وبارك لدولة الإمارات الذكرى التاسعة والأربعين للإعلان عن اتحاد الإمارات. كما ينضم معنا عبر سكايب من جدة الكاتب في صحيفة الجزيرة دكتور عبد الله الطائر للحديث عن العلاقات ما بين المملكة وكذلك دولة الإمارات. أهلا بك دكتور عبد الله، مساء الخير. إذا روابط كثيرة تربط بين البلدين، كيف يمكن وصف العلاقة بين المملكة ودولة الإمارات على الصعيد المجتمعي وكذلك على الصعيد السياسي؟ أولا أبارك للأشقاء في دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا هذا اليوم المجيد. الشيء الثاني، احتفال الإمارات هو احتفال السعودية، واحتفال السعودية هو احتفال الإمارات أيضا. نجاح الإمارات هو نجاح المملكة، ونجاح المملكة هو نجاح الإمارات. 49 عاما يعني تعتبر سنوات قليلة في عمر الدول، ومع ذلك حققت الإمارات منجزات كبيرة. لو عدنا إلى بداية الثمانينيات من القرن الماضي، كيف كانت الدولة تتلقى المساعدات من دول الجوار ومن بعض الدول الأخرى، ثم ننظر للإمارات اليوم كيف تقدم المساعدات لدول العالم وخاصة في ظل الجائحة الأخيرة. الإمارات بنت اقتصادا متطورا وناميا يتبوء الآن المرتبة تقريبا 22 عالميا. عملت على تنمية الإنسان والمكان. ما حققته الإمارات في تصوري أنه نموذج للدولة يعني المتطورة في المنطقة. هناك تنوع يعني جميل في الإمارات. أبو ظبي، إمارة أبو ظبي عاصمة السياسة والمال، دبي عاصمة السياحة والاقتصاد الشارقة، عاصمة الثقافة والتعليم العالي. كل الإمارات تسهم في مجد الإمارات وعزتها التي وصلت إليها اليوم. تكاد الحقيقة حقيقة يعني تبدو جلية بأنه المملكة العربية السعودية والإمارات سياسيا الآن هما الرافعتان الرئيسيتان لإعادة الأمن والتنمية والاستقرار، بالذات الأمن والاستقرار للمنطقة. هما الدولتان المتماسكتان التي يعول عليهما العالم العربي والإسلامي الإسهام بقدر كبير في محاولة لملمة شتات هذه الدول العربية التي تأثرت بموجة الربيع العربي أو الخريف العربي وفوضى الفوضى العارمة التي أحدثها الأخوان المسلمون في منطقتنا، في محاولة أيضا مد جسور التعاون مع الدول العظمى، في محاولة الاستفادة من الطاقة النظيفة، ومحاولة عمل الدولتين على إيجاد بدائل للطاقة، بدائل نظيفة للطاقة. أعتقد أن السعودية والإمارات تنسقان سياسيا بشكل أكثر من ممتاز. هما في تحالف وهما الرئيسيتان في التحالف الذي يحاول تطهير اليمن من الحوثيين الذين انقلبوا على السلطة الشرعية، وأيضا من نفوذ الحرس الثوري الإيراني. جميل، كيف يمكن وصف هذه العلاقة دكتور عبد الله التي تجمع ما بين الإمارات والمملكة في عدد من المناحي والمجالات المختلفة؟ دعنا يعني نتحدث بواقعية. ليست هناك علاقات سياسية بين الدول المتطابقة، ولكن نستطيع أن نقول بأن العلاقات السياسية السعودية الإماراتية في عدة ملفات هي علاقات متكاملة. هناك تنسيق على مستوى منظمة التعاون الإسلامي، هناك تنسيق على مستوى جامعة الدول العربية، وهناك تنسيق على مستوى مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقبل ذلك هناك تنسيق في الملفات على مستوى الأمم المتحدة. هذا من جانب. من جانب آخر، تتشارك الدولتان وجهة نظر إلى حد ما يعني قريبة من بعضها، وداعمة للحق الفلسطيني، داعمة لإقامة الدولة الفلسطينية على الحدود 67 وفقا للمبادرة العربية. نعم. هناك اهتمام مشترك ما بين المملكة وما بين الإمارات بالأمن الإقليمي، وهذه واحدة من أهم الملفات التي يحدث التعاون السعودي الإماراتي فرقا فيهما. جميل، أشكرك من جدة عبر سكايب الدكتور عبد الله الطائر الكاتب في صحيفة الجزيرة.